سيداتي والسادة، نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري لكم التحية. مرحبا بحضراتكم وإلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيم المعاشات بنحو 13% وكذلك رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. كذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء وزير المالية لاستعراض مشروع الموازنة العامة، وشملت التوجيهات الرئاسية إقرار علاوتين، أحدهما علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الإجراء الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 من يونيو 2021، وكذلك تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في اجتماع بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة السعيد. وجه دكتور مدبولي بسرعة عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة. وأكدت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات عبر توفير فرص العمل وكسب الرزق. وأضافت أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني. كما أوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، فضلا عن وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم لسياسات ضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال. نواصل مع حضراتكم تقديم نشرة الظهيرة. تواصل المراكز الطبية والعيادات المتنقلة عملها في 9 محافظات خلال المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس من حق تنظيمي، والتي بدأت في 14 من شهر مارس الحالي وحتى 25 من مارس، التي تستهدف السيدات في سن الإنجاب. وللمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العيادة الشاملة بالمطرية بمحافظة القاهرة مراسل أخبار مصر الزميل محمد حلمي. محمد، بعد التحية ضعنا في المشهد لديك وما يعني أثمرت عنه هذه المبادرة تحت مظلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في المرحلة الأولى هذه المبادرة التي تحمل عنوان من حقك تنظمي وتحت شعار أيامنا أحلى. هذه المبادرة بدأت بالفعل في 9 محافظات، هي محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ومحافظة الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط. تستهدف هذه المبادرة هو الوصول بوسائل تنظيم الأسرة والخدمات التنظيمية إلى السيدات من المستهدفات بهذه المبادرة في المناطق النائية والمحرومة من خلال هذه العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة للوصول إلى كافة المستهدفين من هذه المبادرة الفاعلة التي تتعامل بالواقع مع المشكلة السكانية. معي الدكتورة دعاء محمد علي رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة بقطاع السكان بوزارة الصحة. دكتورة، كلمني عن هذه المبادرة والمستهدف منها. الحقيقة المبادرة دي هي واحدة من سلسلة الحملات التنشيطية الخدمية والتوعوية اللي بتقدمها وزارة الصحة والسكان باستمرار الحقيقة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات وايضا للرجال الراغبين في ذلك والراغبين في مشاركه زوجاتهم في قرار تنظيم الاسره. بنقدم الخدمه دي من خلال مجموعه كبيره من اخصائيات النساء وتنظيم الاسره. بنقدم جميع وسائل تنظيم الاسره وعندنا يعني مجموعه متنوعه من الوسائل عشان تناسب معظم السيدات او مختلف السيدات حسب حالتهم الصحيه.
بنقدم كمان مش بس الخدمة الصحية المجانية، كل وسائل تنظيم الأسرة بتقدم بالمجان، الكشف بالمجان، لكن كمان مش بس الخدمات، لكن كمان التوعية، وده مهم قوي قوي. الحملات دي بتستهدف توعية السيدات عشان نساعدهم في اتخاذ قرار تنظيم الأسرة اللي هو يبقى متاخد على معلومات سليمة وصحيحة، علشان لما تاخد القرار تاخد القرار اللي يناسب صحتها. الحقيقة احنا بنستهدف تبني فكرة الأسرة الصغيرة، عايزين نحس المجتمع يحس ان قرار الأسرة الصغيرة ده قرار هيقع ثماره عليه هو شخصيا. يعني الأسرة لما تبقى صغيرة والأم قاعدة وبتركز مع أولادها والأب قادر ان هو يتابع أولاده، ده أكيد إحنا كلنا محتاجين نجني ثمار تعبنا، وده مش هيبان غير لما تبقى أسرتنا صغيرة، كل مجهوداتنا اللي بتتعامل معاهم تبان ويقدروا يحسوا بالعائد بتاع المجهود بتاعهم. فبالنسبة للحملات دي إحنا بنستهدف بيها المجتمع الريفي والمجتمع الكثافته السكانية أعلى، بنوصل من خلال العيادات المتنقلة ومن خلال الوحدات الثابتة. العيادات المتنقلة بتوصل لكل المناطق النائية والمحرومة واللي كثافتها السكانية عالية، المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الريفية. كمان عندنا مجموعة كبيرة جدا من الرائدات الريفيات اللي بتشتغل في التوعية وفي الحشد وفي تعريف السيدات بمواعيد والخدمات المقدمة من خلال الحملات. كمان مسؤولي الإعلام اللي بيقدموا الندوات اللي بتستهدف بقى كل الأسرة من الرجال للسيدات وحتى الحموات، بنوجه لهم رسائل لأنه كل دول بيبقوا صانعي قرار في الأسرة. فالحقيقة احنا الحملات دي مستمرة، وزارة الصحة بتقدمها، بنعملها على أسبوعين. يعني المجموعة اللي حضرتك ذكرتها من التسع محافظات الحملة مستمرة لمدة أسبوعين، بناخد نص الإدارات الصحية في أسبوع والنص تاني في الأسبوع التاني عشان نقدر نكثف الشغل في الإدارات ونقدر نستخدم موارد جميع الإدارات الصحية للإدارات القايمة بالتقديم الخدمة. يعني أؤكد لك محمد أن هناك أقبال متزايد من السيدات خاصة في سن الحمل والإنجاب على هذه المبادرة الفاعلة. كذلك بالتزامن مع هذه المبادرة تم افتتاح العديد من نوادي المرأة لطرح المشغولات اليدوية وكذلك منتجات الأسرة، وذلك لزيادة الدخل للسيدة ربة الأسرة، كواحدة من الإجراءات المهمة التي تتخذها الدولة المصرية مماثلة في وزارة الصحة لتوعية المرأة وتثقيفها وكيفية التعامل مع المشكلة السكانية بشكل واقعي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد حلمي مراسل أخبار مصر. يستكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم مناقشته حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، كما يناقش المجلس تقريرا آخر للجنة والمقترحات والشكاوى بشأن عدد من المطالب تقدم بها النواب للحكومة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المجالات كافة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية أطلعنا على أهم الموضوعات المطروحة اليوم على جدول أعمال مجلس النواب. نعم، أدأ بعد التحية يعني في تمام الساعة 11 صباحا بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ولكن البداية كانت باستعراض ومناقشة عدد من تقارير اللجان المشتركة التي جاءت متضمنة عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات وقعتها مصر مع دول وكيانات دولية، من بينها تقريران للجنة الإسكان وكلاهما يتعلق بقرضين تحصل عليهما مصر من الصندوق الكويتي للتنمية، أحدهما بقيمة 55 مليون دينار كويتي للمساهمة في مشروع مياه مصرف بحر البقر، وقرض آخر بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بمدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، هذا إلى جانب عدد آخر من تقارير اللجان المشتركة في هذا الشأن. وبخصوص اتفاقيات أخرى، المجلس وافق على هذين لما جاء بهذين التقريرين، ويستكمل النقاش حول باقي القرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وبطبيعة الحال أدى تطرق النقاش في بداية جلسة اليوم إلى قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها أمس بزيادة مرتبات العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وزيادة المعاشات. هذه القرارات التي يعني أثنى النواب عليها والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أحوال المواطنين
الأحوال المعيشية للمواطنين كلما أمكن ذلك. كذلك أدى مدرج على جدول أعمال المجلس تقرير للجنة المقترحات والشكاوى. هذا التقرير الذي دوما ما يتضمن مقترحات وشكاوى يتقدم بها النواب للحكومة، وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في مجالات الصرف الصحي وتوصيل المياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء ورصف الطرق وإحلال وتجديد عدد من الكباري والاهتمام بمراكز الشباب والمستشفيات وكل ما يتعلق بالأمور الحياتية للمواطنين. المجلس بطبيعة الحال يستعرض هذا التقرير ثم يحيله إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات. أيضا من المقرر أن يستكمل المجلس النقاش حول مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري. مشروع هذا القانون كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ وناقش عدد من مواده في جلسة سابقة، ربما يكون أيضا مطروح للنقاش خلال جلسة اليوم. نعم، أشكرك محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس النواب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول تداول منشور تحذيري منسوبا لوزارة الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل مظروف مغلق أو صورة ستيكر يستخدم في حالات الخطف. وفي هذا الصدد أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة للمنشور المتداول وأنه مزيف وغير تابع للوزارة، ونشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين. تسلم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعوة رسمية من وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق بشتيوان صادق عبد الله لزيارة الإقليم. جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر وفدا برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان شمال العراق في مشيخة الأزهر. وقال الإمام الأكبر إن الأزهر لا يتأخر في تقديم الدعم العلمي والثقافي لكل أبناء العالم العربي والإسلامي وتقوية دعائم الوحدة والإخاء بين أبناء الأمة. من جانبه أعرب وزير أوقاف إقليم كردستان عن اعتزاز الإقليم وأبنائه بالأزهر وما يقدمه من جهود ودعم علمي وفكري لأبناء الإقليم. أكد فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف يولي قضايا الأمة العربية والإسلامية اهتماما كبيرا، وأشار إلى أن الأزهر لن يتأخر في دعم قضايا الأمة وتلبية احتياجاتها العلمية والفكرية. جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لوفد من وزارة الأوقاف والمفتين من كازاخستان واليمن وجزر القمر وتشاد لبحث القضايا المشتركة وملفات الطلاب الوافدين والبعثات الأزهرية وتدريب الأئمة. وأعرب الوزراء والمفتون عن اهتمامهم برفع مستوى التعاون مع الأزهر سيما عبر زيادة المنح الدراسية وتدريب الأئمة والخطباء وتزويدهم بالمناهج الأزهرية والكتب العلمية. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 631 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة. وفي بيانها اليومي أشارت الصحة إلى اقتراب عدد المتعافين من الفيروس إلى 148 ألف حالة من أصل نحو 192 ألف حالة إصابة حتى الآن. هذا وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات وأمراض معدية. تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم اجتماع لبحث سلامة لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا. وأكدت المنظمة أن لجنتها لأمان اللقاحات تدرس البيانات المتوفرة تمهيدا لإصدار تقريرها. واستبقت المنظمة اجتماع اليوم بتأكيد عدم وجود مخاطر مباشرة من استخدام استرازينيكا، وكانت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية قد أعلنت تعليق استخدام اللقاح بعد تقرير عن إصابة حالة بجلطة دموية. فيما أكدت الشركة المصنعة ووكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح استرازينيكا آمن تماما. مشاهدينا الكرام، نهاية نشرة الظهيرة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة. نأتيكم ونشرة جديدة من التلفزيون المصري. شكرا أدا. السيدات والسادة، ملتقانا يتجدد في أمان الله.